فرع بنكي اليوم الصباح نعرف وناخذ اكثر التفاصيل مع الناطق الرسمي باسم محكمه بن عروس سي عمر اليحيوي. سي عمر مرحبا بك على موزايكا فام. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين اذاعه موزايكا فام. ربي فضلك سي عمر، شو نجمو نعرفوا على تفاصيل هالسطو المسلح اللي صار اليوم الصباح؟ اليوم الصباح معناه مباشره بعد فتح احد فروع البنك التابع للتي بي بجهه بومهل، تمكنوا خمسة أنفار باستعمال معناها وسائل تهديد كما سكين سلاح أبيض وغير ذلك من الولوج للبنكة واستيلاء على مبلغ مالي معناها مازلنا ما نعرفوش قيمته بالضبط باعتبار الأبحاث مازالت في المنطلق نتاعها. على إثر هالواقعة هذه تم تكليف معناها فرقة مقاومة الجرائم الحرس الوطني بن عروس، عاهدناها بالبحث والأبحاث في المنطلق نتاعها وتم معناها تمكين البحث من جميع التسخير الممكنة للرجوع إلى الكاميرا المثبتة بالبنك أو في أحواز البنك والمخابر الفنية التابعة لوزارة الداخلية لعين المكان بصدد معناها البحث وترصد أثار ولا اقتفاء أثار هالمجموعة هذه. سي عمر، كانوا ملثمين الخمسة أشخاص هذوما اللي دخلوا بأسلحة بيضاء للفرع البنكي؟ مبدئيا فيهم شكون ملثم وفيهم غير الملثم. مبدئيا مازال ترى كما قلت لك معناها الوقائع مازالت انطلقت صباحة اليوم واحنا الامن في الوقت معناها الرد نتاعو كان حيني بالتنسيق مع النيابه، اعطينا الاحسن الفرق الموجوده طري معناها الفرق الوطنيه الممتازه في العمل نتاعها واحنا تو بصدد المراجعه ومتابعه الحاله في كل حين. اي، والاخبار اللي تقول انه من المبلغ كان في حدود ال 20,000 دينار، صحيحه الحكايه ولا تم مازال؟ كما قلت لك راهو مازالت الابحاث في المنطلق نتاعها لتحديد هويه الاشخاص، تحديد المبلغ، تحديد معناه طريق دخولهم شكونهم، مازالت معناه في التطور الاول نتاعها. اي، لم يتم الاعتداء على اي شخص داخل البنك؟ لم يتم الاعتداء بصورة مباشرة، أما معناه صار تهديد بما مكن من الاستيلاء على المبلغ المالي. إذا كان نحب نقوله معناه تهديد، مش اعتداء، مش بالضرورة يكون جسدي. يكون معنوي، معناها أدخل معناها رعب في عند الموظف خليهم معناها باش يتمكنوا من أخذ المبلغ المالي هذا. ومعناها والعملية صارت بسرعة، ما خذوش برشا وقت الحكاية سي عمر؟ مبدئيا تقريبا ما خذوش برشا وقت، وكما قلت لك احنا مازلنا في اول الصباح، تموا العمليه في اسرع وقت وفي اسرع وقت زاد الجهات الامنيه المكلفه تولات الابحاث بالتنسيق مع النيابه العموميه. شكرا لك سي عمر اليحيوي، تحياتنا لك. شكرا لك، ربي فضلك سيدي على هالمعطيات. نعرف انه فما تحقيق والنطق الرسمي باسم محكمه بن عروس، هذا فيما يخص السطو المسلح اللي صار اليوم الصباح على فرع احدى البنوك في بومهل بن عروس. خمسه اشخاص كما قال سي عمر، منهم الملثم ومنهم اللي وجهه مكشوف، اللي دخلوا للفرع البنكي هذايا حاملين اسلحه بيضاء كما تفضل قال سكاكن وغيره، دونك وتحت التهديد اكيد خذوا المبلغ المالي الموجود في البنكه اللي لتو لم يتم تحديده. دونك هذا اش نجموا نمدوكم، لانه اكيد فما ابحاث صايره ونحترموا الابحاث وسريتها. دونك هذا فيما يخص السطو المسلح اللي صار على فرع بنكي في بومهل بن عروس، هذه التفاصيل اللي نجمي مدنا بها نطق رسمي باسم محكمه بن عروس.